يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع جماهير الكره المصريه في متابعه طبعا لبطوله امم افريقيا. مش قادر ابدا الحلقه النهارده واقول لك هارد لك، يعني فكره اللك مش وارده على الاطلاق. يبدو انه منتخب مصر على مستوى اللعيبه والجهاز الفني لسه ما وصلوش ابيجان. اللي حصل امبارح في مباراه مصر وموزمبيق ملوش حقيقه اي تفسير منطقي، يعني لازم تخرج بره المنطق ولازم تخرج بره الحسابات الموضوعيه عشان تعرف ليه المنتخب ظهر بالشكل ده في مباراته الافتتاحيه الاولى في بطوله افريقيا. يبدو ان احنا كما تعودنا دائما كده نعشق المواقف الصعبه، يعني دي ثقافه على فكره مش كره قدم بس، يعني احنا دايما نحب نتحط في خانه اليك عشان نبتدي نطلع قدراتنا، عشان يبتدي معدننا الاصيل يبان. ده شيء كده يعني في التراث المصري، في الفن تلاقيه، في الكرة تلاقيه، في الاقتصاد تلاقيه، في السياسة تلاقيه. نحب دايما الأزمة عشان تطلع أحسن ما فينا، هو ده اللي عمله بالظبط منتخب مصر امبارح. امبارح بعد ما سجل مصطفى محمد الهدف الأول دقيقة وشوية، في الدقيقة الثانية تقريبا من زمن المباراة، بتفرج مع زمايلي هنا في قناة الأهلي على الماتش، وأنا الحقيقة يعني كنت متوقع إنه ماتش امبارح، وقلت ده على الهوا، يعني قلت لو المنتخب سجل هدف مبكر المباراة هتبقى احتفالية كرنفال أهداف يعني. وقد كان سجل مصطفى هدف جميل، هدف ملعوب، هدف يعني أكتر من رائع. فابتدينا بقى نستعد للحفلة، يعني ابتدينا إيه نفرد ورقنا كده ونقول إيه يلا يا جماعة بقى إيه هنحتفل بكرنفال أهداف. فعارف أنت لما ترفع سقف الطموحات والتوقعات فيروح جاي حد رزعك في سبع أرض، هو ده كان إحساس المصريين امبارح. يعني سيناريو لم يكن ليتوقعه أشد المتشائمين. تعادل منتخب مصر مع موزمبيق، خد بالك أنت اللي تعادلت مع موزمبيق والقدر كان بنا رحيما. يعني القدر كان بنا رحيما وتفادينا خسارة. أنت امبارح تكلم يعني وأنا بستعرض امبارح تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق، منتخب موزمبيق وكنا بنقول موزمبيق فقل حسن وإنه الثلاث نسخ اللي قابلنا موزمبيق في دور المجموعات توجت مصر باللقب البطولة. وأنا بشوف النتائج امبارح، كان ضيفي نادر شبانة في الحلقة واستعرضت نتائج المواجهات، ثلاث ماتشات في بطولات أمم أفريقيا وماتشين في تصفيات كأس العالم. سيبك من إنه مصر كسبت الخمس ماتشات، على مدار الخمس مواجهات أنجول موزمبيق ما سجلتش فينا هدف واحد يا راجل. يعني خمس ماتشات هي تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق، موزمبيق لم تسجل ولا هدف في منتخب مصر. فكانت المفاجأة امبارح انه يحصل التحول الدراماتيكي ده وانه التقدم بنتيجة 1-0 يتقلب لنتيجة 2-0. مش عايز اكون قاسي في حكمي على المنتخب، يعني ما زال الامل بقية. وكل الحقيقة انا بحب دايما ابقى بتفائل بالخير، يعني تفائلوا بالخير تجدوه. وان شاء الله باذن الصعاب دي احنا يعني السيناريو ده اتكرر معانا كتير. ابتدينا 86 هنا بخساره في السنغال في ملعبنا في استاد القاهره وتوجنا باللقب على حساب الكاميرون، حتى النسخه الاخيره اللي وصلنا فيها الفاينل ابتدينا بعرض ولا أسوأ قدام نيجيريا وخسرنا المباراه الاولى الافتتاحيه، لكن قدرنا نوصل للمباراه النهائيه. فمش عايز اكون قاسي، لكن في نفس الوقت في اخطاء فادحه امبارح، اولها عدم تحمل المسؤوليه، يعني مسؤوليه يا جماعه تيشرت منتخب مصر دي مسؤوليه كبيره، ده شرف كبير جدا. يبدو الحقيقه ان احنا ما كناش قد المسؤوليه امبارح، كل من تواجد في ملعب المباراه، جهاز فني، محللين اداء، لاعبين، بدلاء، ما كانوش على قدر المسؤوليه، بتكلم بمنتهى الصراحه. واعتقد ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نصحح اوضاعنا في مباراه هتكون صعبه جدا علينا احنا الاثنين، لانه اللي زود من صعوبه نتيجه مصر وموزمبيق خساره غانا قدام كاب فيردي امبارح. عقدت بشكل كبير جدا من حسابات المجموعه. وخليني اقول لكم كده من الاخر، احنا دخلنا المراحل الاقصائيه بدري بدري، يعني خلاص احنا مش في دور المجموعات، احنا دخلنا مرحله النوك اوت. ليه؟ لانه مباراه الغانا يوم الخميس اللي جاي ما تحتملش الاسم على اثنين، والخساره لا قدر الله فيها تعني الى حد كبير صعوبه تاهل المنتخب المصري للادوار بعد كده الاقصائيه، و احتمالية خروج منتخب مصر من البطولة بدري بدري هتكون أكبر بكتير من احتمالية متوسط المشوار. غانا جريحة حساباتها يمكن تكون أكثر تعقيدا
من حسابات منتخب مصر بعد خسارتها امبارح من الرأس الأخضر، فبالتالي المواجهة هتكون صعبة جدا على الفرقتين، والكسبان منهم يعني إن شاء الله بإذن الله يتمنى يكون المنتخب المصري حاضر، نتمنى يكون حاضر ويكون توفيق حليفه ونقدر نتخطى المواجهة دي، لأنها هتكون مواجهة صعبة جدا. عدم مكسب منتخب مصر الماتش اللي جاي ده صعب بشكل كبير جدا من حظوظه في البطولة.